السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة من البرنامج لرصد أهم الأحداث بالمنطقة المغاربية، وأهمها اليوم هو انعقاد القمة العربية في نواكشوط، حيث جاءت هذه القمة 27 للدول العضوة في الجامعة العربية والمنعقدة في العاصمة الموريتانية نواكشوط وسط ركام من الدمار السياسي والعمراني لاحق بدول عربية كبرى أنهكتها الحروب والفتن والجماعات المتطرفة. عراق أثخنته الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من ربع قرن من الحرب المتواصلة عليه. سوريا اندلعت بها ثورة سرعان ما تحولت إلى حرب يخوضها النظام السوري على شعبه مستعينا عليه بالطائرات الروسية وميليشيات طائفية من كل حدب وصوب. ليبيا وبعد أن أشاع فيها الحلف الأطلسي الفوضى تخضع اليوم لثلاث حكومات وميليشيات وجيوش متناحرة. أما اليمن فانقلاب الحوثيين على نظام ما بعد الثورة أدخله في أتون حرب إقليمية جرت إليها إيران ودول الخليج. مقر الجامعة العربية ما زال يتواجد بعاصمة مصر التي يحكمها نظام انقلابي يتاجر بها وبقضيتها الأم فلسطين. فلسطين التي كانت القضية الأم ولو ببيانات مقتضبة صار الزعماء العرب يتحاشون ذكرها خوفا من وصمهم بالإرهاب. فأين قمة الأمل العربية العادية من هذا السيل من الحروب والأزمات والأوضاع الاستثنائية؟ نشاهد معا هذا التقرير ثم نعود، فابقوا معنا. افتتح الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز جلسات عمل الدورة 27 من قمة الدول العربية المنعقدة في العاصمة نواكشوط، والتي تأخرت انطلاقتها بسبب انتظار وصول أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، والذي كان قد استقبله الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حمدين. الرئيس الموريتاني أكد لدى افتتاحه القمة أن الإرهاب أحد التحديات التي تواجه العرب، وأن المنطقة ستبقى في حالة عدم استقرار ما لم تحل القضية الفلسطينية. وتسلم الرئيس الموريتاني الرئاسة الدورية رسميا لقمة جامعة الدول العربية من ممثل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الغائب شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري، الذي ألقى خطاب السيسي في القمة. الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قال: سأحرص على الحيادية خلال عملي آمنا عاما، مؤكدا أن الجامعة العربية بحاجة إلى التطوير العاجل لمواجهة التحديات، وتعهد بإعلاء دور الجامعة خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية ستبقى في صدر أولويات العمل العربي. الحضور المغاربي في القمة كان أبرزه مشاركة عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة والممثل الشخصي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وحضور رئيس حكومة الوفاق الليبية السيد فايز السراج، بينما اكتفت تونس والمغرب بحضور وزيري الخارجية. كما حضر الرئيس السوداني عمر حسن البشير المطلوب لدى محكمة الجنايات الدولية، وقد أشار في كلمته إلى أن ادعاءات المحكمة الجنائية الدولية بشأن السودان لا علاقة لها بالعدالة، مؤكدا أن المنطقة تمر بظروف خطيرة ونأمل في تجنب الانزلاق إلى مزيد من الانقسام. القمة تأتي والمنطقة العربية تشهد صراعات كبيرة في سوريا والعراق وليبيا واليمن، وتشهد دول عربية أخرى مثل مصر والجزائر أزمة سياسية وهي تحاول التخلص من آثار الانقلابات وحكم العسكر. السلام عليكم مجددا. إذن أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة، شكرا لزميل عثمان الذي قرأ هذا التقرير، ومعي في الأستوديو السيد فتحي المسعودي المحلل السياسي. أهلا وسهلا بك سيد فتحي. أهلا وسهلا سيد محمد. سيد فتحي المسعودي، ما هو انطباعك الأول حول انعقاد هذه القمة، يعني في هذا الركام كما جاء في المقدمة، ركام من الأزمات، الحروب، الفتن، التخلف على جميع المستويات، يعني ما هي دلالتها؟ وشكرا أستاذ محمد، أنت ذكرت يعني دمار سياسي ودمار عمراني، ولكن أضف إليه الدمار الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي، يعني دمار على كل المستويات حقيقة. أنا يعني نحن كنا نضحك الآن ربما لما كنا نسمع في التقرير، لأنه التقرير تحدث عن قمة عربية، يعني قمة عربية يحضر فيها مجموعة من المطلوبين الدوليين أو الهاربين ربما، يعني والغيرهم الذي لم يحضر السيسي لم يحضر، قالوا لأنه أتته معلومات بأن هناك محاولة لاغتياله في موريتانيا، وهي في الحقيقة كلهم
يعني ارتكبوا جرائم ضد الشعوب ومجرمي حروب. الرئيس السوري لم يأتي لأنه يخاف أن يخرج من سوريا ويأتي يحضر في القمة، لأنه لم يعد يمثل نظامه، لم يعد ممثلا في الجامعة العربية. يعني ليبيا ممثلة بالسراج، والسراج أحد الأطراف المتواجدة في ليبيا تحكم في ليبيا. اليمن رئيسها يعني يحكم في منطقة بسيطة وصغيرة. واستمعت إلى كلمة أمير الكويت اللي يقول فيها أنه الحوار الذي كان في يعني قيمة في الكويت بين الفرقاء اليمنيين فشل. هو يقول فشل، والآخرون يقولوا نحن نحيي الكويت ونحيي الحوار وكذا، والحوار سيأتي. والرجل يقول قد فشل. فإذا هذه قمة لم يحضر فيها كما ذكر التقرير إلا 7 رؤساء، وربما أغلبهم من دول الصغيرة، جيبوتي وجزر القمور والسودان المطلوب دوليا يعني بتهمة يعني القتل. يعني إذا ماذا بقي من هذه القمة التي ماذا بقي من هذه القمة سيد فتحي المسعودي؟ لماذا إذا لا تلغى هذه القمة ما دام أنه أولا يعني لم يحضر أقل من الثلث؟ صحيح. يعني أقل من ثلث الرؤساء والزعماء والقادة العرب حضروا هذه القمة. يظهر أن المغرب كان أذكى بكثير من موريتانيا، لأن المغرب رفض طبعا حسب التراتبية الأبجدية المغرب هي التي كان ينبغي عليها أن تعقد القمة على أراضيها هذه السنة، ولكنها رفضت أن تعقد القمة. والبيان الذي يعني أصدرته وزارة الخارجية المغربية تقول أنه الوقت غير مناسب لقمة عربية ناجحة تصدر منها قرارات تفيد العالم العربي، تفيد الشعوب العربية، والأزمات الطاحنة التي تحيط بالمنطقة والصراعات والخلافات بين الدول. يعني لما تتطوع ربما لما يدفع المغرب بأن تعقد هذه القمة العربية، وبالتالي تحولت القمة إلى موريتانيا التي تأتي في المرتبة ما بعد المغرب في الحروف الأبجدية، وبالتالي عقدت القمة على أراضيها. وموريتانيا لهذه لأول مرة منذ أن يعني دخلت موريتانيا الجامعة الدول العربية منذ 40 سنة تقريبا لأول مرة تعقد القمة على أراضيها. وطبعا حتى هذا الذي يحكم موريتانيا محمد ولد عبد العزيز هو أيضا جاء على الدبابة والانقلاب العسكري، وإن كان يعني بعد ذلك يعني كان الفز يعني القصة العربية المتداولة دائما انقلاب عسكري ثم انتخابات. نعم. مثل ما وقع عند السيسي وغيره. فإذا هذه القمة العربية قادتها مجموعة من المجرمين. طيب. السفاحين الإرهابيين القتلة الانقلابيين. طيب. انظر ماذا حصل في سوريا يا اخي واليمن. طيب. سنعود فبالتالي نحن امام قادة لا يمكن ان ننتظر منهم امل. يعني حقيقة ابقى مع الدكتور فتحي. ينضم الينا الولي ولد سيدي هيبة، كاتب ومحلل سياسي من واقشوط. اهلا وسهلا بك السيد الولي ولد سيدي هيبة. اهلا وسهلا بكم في الاستديو. مرحبا بك. ما هي اجواء انعقاد هذه القمه بالنسبه للموريتانيين في العاصمه؟ هل هناك ما يؤشر على ان هناك حدث عربي بهذا المستوى على الاقل الرسمي، قمه عربيه، قبل ان نتحدث ربما عن تفاصيل اخرى؟ نعم، الظروف التي تجري فيها القمه ظروف مرضيه، وهي ظروف يعدها الموريتانيون كنصر وكاقتدار على تنظيمها. فلذلك الشعب مغتبط ومسرور بلقائها. أما عما يتعلق بالأجواء التي تجري فيها، هي أجواء لا تظهر فيها البصمة الأمنية بالقبضة الحديدية، وإنما غمة سيابية في الشوارع، مما يدل على أن القمة تجري في ظروف أمنية هادئة. نعم، هناك ربما خلينا نقول ربما انتقادات، ربما حتى بعض الوفود مثل الوفد اللبناني رفضوا المبيت في نواقشوط. لهذا الحد لا تملك موريتانيا الهياكل القاعدية لاستقبال ضيوف بهذا الحجم يعني وفي مدة محدودة جدا؟ دعني أقول لك شيء. نعم. بأن التصريح الذي قيل بأن الوزير اللبناني أدلى به للقول بأن موريتانيا غير قادرة على استضافة الوفود،
تمت مراجعة هذا الموقف وتم الاعتذار عنه والاعتراف بأن الذي كان يرميه الوزير ليس ذلك، لأن التنظيم بالفعل بعدما وصلت الوفود لاحظت بأنه كان تنظيما جيدا، ولأن ما وضع لاستضافة هذه الوفود كان على المستوى المطلوب. نعم. لذلك فقد استطاعت موريتانيا في ظرف وجيز أن تحقق أشياء لم تكن بالفعل موجودة. لم نعم. تكن البنى التحتية قائمة، لكن الوفود وضعت في ظروف حسنة. نعم، هذه القمة 27 هي الأولى التي تعقد الآن، يعني لأول مرة موريتانيا تستقبل و يعني تستضيف هذه القمة، ماذا ترجو؟ نعم هي كانت مفاجأة حتى بالنسبة لموريتانيا، لكنها كانت عندها الشجاعة السياسية والتنظيمية الكافية لاستقبال ولاستضافة هذه القمة، ماذا ترجو موريتانيا من هذه القمة؟ دعنا ربما من القضايا الكبرى العربية اللي هي تتجاوز حتى كل الدول العربية، لكن ماذا ترجو موريتانيا بالضبط من هذه القمة؟ لقد أحسنت حينما تحدثت عن القضايا العربية الكبرى التي ليس لموريتانيا أن تحلها كلها، لكن للإجابة على السؤال ما لا ترجو موريتانيا من وراء هذه القمة؟ ترجو أمور ثلاثة، أولها أن تثبت بأنها قطر يستحق أن ينظم هذه القمة استحقاقيا أقول، وأنه بما أقدم عليه من شجاعة وقبول لتنظيمها أو طلب حتى لتنظيمها استطاع أن يرفع هذا التحدي وأن يضعه نصب أعين الوجود العربية بأنه حقيقة استطاعت موريتانيا أن تقوم بها. ثانيا أن يلتئم الشمس العربي مهما كان مستوى الوجود الممثلة في قاعة واحدة وأن يناقشوا قضاياهم. هنا أنضم إليك في أن كل الوفود طرحت قضاياها بمنطقها وبما تريد هي أن تطرحها. موريتانيا ليست معنية بهذا، إنما معنية بأن يجتمع الإخوة، أن يكون ثمة جدول أعمال، أن تكون ثمة نقاشات، وأن تكون ثمة مخرجات. ليس على موريتانيا أن تضع هذه المخرجات فيما تريد الشعوب العربية ولا بما تريد قياداتها، وإنما تخرج من مخرجات هي إغراض النقاشات التي تتم في المؤتمر. أشكرك شكرا جزيلا الولي ولد سيدي هيبة الكاتب المحلل السياسي، كنت معنا من نواقشوط، وإذا شئت فق معنا لتسمع ربما تصريح وزير الصحة اللبناني الذي عبر فيه عن رفضه أو رفض وفده المبيت في نواقشوط وفضل المبيت في المغرب، ويقول لظروف استقبال وظروف استضافة ليست ربما بالمستوى الذي يرقى أو يرغب فيه الوفد اللبناني، فلنستمع إلى هذا التسجيل الصوتي. المفرزة السباقة التي ذهبت إلى نواكشوط اكتشفت أنه ما في عندهم بنية جاهزة للاستقبال، يعني الوضع المزري، حتى أنه القمة تقام في خيمة، فتم الاتفاق على أنه يوصل الوفد على المغرب ينام بالمغرب، ثاني يوم يروح على نواكشوط يرجع ينام بالمغرب لأنه ما عندهم إمكانيات. نعم، هو يقول أنه حتى القمة تنعقد في خيمة، ما العيب؟ نعم، ما العيب في الخيمة؟ الخيمة يعني رمز لربما للعرب. موريتانيا أكثر أمانا من لبنان يا أخي، ويعني هو هذا الوزير يعني أين كان يعيش؟ كان يعيش في القصور في لبنان في الأمن والأمان حتى يأتي ويتكلم، هذا كلام يعني غير منطقي وغير عقلاني وغير مهذب حقيقة دبلوماسيا أيضا، يعني يمكن أن أنت دولة تأتي ضيف عندها فتقول هذه الدولة غير قادرة، هذا كلام لأول مرة يحدث. ربما لو قال نحن رفضنا أن نبيت في نواكشوط لأسباب أخرى ربما أمنية كذا لعل مر، أما من أن نعم. تتهم هذا البلد بأنه ألا يثير لدينا هذا دكتور فتحي يثير ألا يثير لدينا حقيقة. تساؤل حول أن ما كثير من الكتاب الآن يقولون يعني المراقبين يقولون بأن الجامعة العربية في الحقيقة عبارة عن وكالة سياحة، وكالة تشغيل لبعض البطالين من الدبلوماسيين ومن السياسيين العرب، لأنها يعني منذ أنشئت لم تقدم ولا إنجازا واحدا
للدول العربية بتفصيلها وبمجملها؟ هي القمم العربية كل ما تعقد قمة لو تخرج بأسوأ مما يعني تخرج بقرارات وبيانات أسوأ من القمم السابقة. خليني نعطيك بس مثالين بسيطين. عندك نبيل العربي وهو أحد مهندسي اتفاقيات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل في 79، وعندك هذا أبو الغيط كان آخر وزير خارجية لحكومة لنظام حسني مبارك، فبالتالي لو كان ساهم في الحصار وكان حتى الحرب سفير في أمريكا إلى غير ذلك، حتى في الحرب على غزة وكان صحيح وكان وله تصريحات خطيرة مع ليفني، هذه الضابط المخابرات الإسرائيلية ليفني. نعم. فهل تنتظر من مثل هؤلاء الناس أن يحدثوا قفزة وتغييرا في الواقع العربي المشتت المنهار المتأزم حتى يأتي هذا الوزير وزير الصحة هذا ويتكلم ويقول أنه القمة تعقد في خيمة؟ يا أخي اجلس في قصورك في لبنان. لبنان المهدم المحطم اللي يعيش على مساعدات، أنا أقول مساعدات إيرانية ومساعدات سعودية، لولا المساعدات السعودية والإيرانية أيضا لكان لبنان ربما في وضع ربما أسوأ بكثير جدا من أتعس بلد في العالم حقيقة. لا أدري ما هو هذا البلد، ولكن لبنان بسبب الأموال السعودية والأموال العربية يعني ما زال نصف دولة. لبنان يعيش الآن نعم، لكن عنده شعب، لكن عنده شعب ناجح وقيادات فاشلة يا محمد، ظهرت في أزمة القمامة إذا محمد تذكر محمد عنده نعم. سنتين بدون رئيس دولة. نعم. ما عندهم رئيس. نعم. يعني فشل يعني النخبة السياسية هي الفاشلة. نعم. خلينا نحن الآن مش نرجع نتحدث على لبنان يا أخي، وكأنها نعم. دولة ما عندهم رئيس دولة، فشلوا في أن ينتخبوا من بينهم رئيس. على كل حال أنا أقول أنه حتى البيان، أنا أعود إلى البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية المغربية نعم. عندما يعني اعتذرت عن استقبال هذه القمة، قالت هي القمة ليست مجرد التقاء رؤساء ومجرد من يعني هؤلاء القادة يلتقون من أجل الالتقاء، وإنما من أجل أحداث نقلة وتغيير يعني في وضع العالم العربي وفي وضع الشعوب العربية، الشعوب العربية التي تنتظر الكثير من هؤلاء القادة الذين كما ذكرنا أصبحوا هم الأزمة، هم المشكلة، هم العقدة، هم الإرهابيون، هم السفاحون. فبالتالي لا يمكن أن ننتظر من هذه القمة سواء كان عقدت في خيمة أو عقدت في قصور أو عقدت لا أدري فين في المريخ. طيب. لن تأتي طيب. بخير، ولعل بعض التسريبات من القمة تقول أن البيان الختامي سوف يؤيد الحكومة العراقية فيما فعلته في الفلوجة من دمار وقتل إلى غير ذلك، تشجيعها على ذلك. وحتى اليمن، حتى اليمن فهي يقال أنه سوف يقع دعوة الفرقاء اليمنيين من أجل إلى الحوار مجددا. لم يعد الحوثيون مجرمون وانقلابيون، إنما يقع دعوتهم مع الآخرين من أجل التفاوض. وصلت وصل دكتور فتحي. البيان الذي سيصدر ربما سيكون أسوأ مما قبل. دعنا نشارك معنا أستاذ سعد بوعقبة، عميد الصحفيين الجزائريين، كاتب وصحفي من الجزائر. مرحبا بك سعد بوعقبة. ما هو انطباعك الأول يعني عن انعقاد هذه القمة؟ قمة عادية في ظروف جد استثنائية، بل هي خطيرة ومن صناعة هؤلاء الحكام الذين يجتمعون اليوم في تحت خيمة في نواكشوط. هو الاجتماع تحت خيمه هذا هو مستواهم حقيقه، لان اقل من خيمه هم بالحقيقه المفروض يسمعوا في العران لانهم عراة حقيقه. الواقع العربي المؤسف انتقل من عهد الجمهوريات الجملوكيه اللي كانت على الاقل تجتمع وتدير بيانات موجهه لاعداء العرب سواء اسرائيل او حتى اوروبا الغربيه او امريكا او حتى هذه اختفت من البيانات التي لا معنى لها، قعدت 75 سنة كاملة تحت راية الجامعة العربية يديروا بيانات لا معنى لها، ولكن على الأقل كانت من العرب لمعاداة من أو لنجم من أو التنديد بمن هم خارج العرب. الآن أصبحت القضايا التي تطرح في الجامعة العربية بين العرب نفسهم، يعني السعودية ضد اليمن، العراق ضد بعضها، سوريا ضد بعضها، الجزائر مع المغرب والمغرب مع الجزائر، والسودان بشطريه. يعني ولات القضايا في عهد الإمارات
الاستخبارات التعيسه تاع الخليج العربي أسوأ من الجمركيات اللي كانت يحكموها الجمهوريات. من المؤسف حتى ان دوله كما مصر اللي كانت رائده للعرب والجامعه العربيه ولدت في احضانها وكانت تقال الجامعه العربيه هي العرب وهي مصر. الان مصر حتى الرئيس تاعها لا يستطيع الحضور لان امنه مهدد في نواكشوط. يا له من عار يعني حقيقه. الحكايه ذكرتني بذلك الكثير في التاريخ العربي. نعم. والجزائر استاذ سعد قعد في القصر حتى ولاو حكامه رجال حكمه يحكمون باسمه وهو بقصره عزل تماما. نفس الحكايه راح تقع مع السيسي. لما قلنا باللي مصر اكبر من ان يحكمها واحد كما مرسي، الان زاد ما هو اسوء من مرسي ليحكم مصر والعرب معهم. حقيقه مصر ولات مضحكه امام سيطره مجموعه الخليج التائهه التي اصبحت هي محل يعني اصبحت راس حربه. نعم. هو مشهد استاذ سعد هو مشهد ماساوي ملهوي، يعني فيه ملهات وفيه المأساة الاثنين، يعني كما نقول الشر البرية ما يضحك. لكن في نفس الوقت دور الجزائر كان دور دائما رائدا ودورا قويا وواضحا وفيه إقبال وإقدام على القضايا، وحتى كان الرئيس حتى في وقت بومدي كان ربما يحرض الحكام العرب حتى أبعد من ذلك إلى خوض الحرب ضد إسرائيل وغير ذلك. لكن اليوم نرى أن الرئيس بوتفليقة غائب تماما على المشهد الجزائري، والآن هو غائب عن المشهد العربي ويرسل فقط من يمثله. كيف ترى في هذا الانحدار أو التحول إلى الأسفل من الموقف الجزائري؟ بطبيعة الحال الرئيس الذي أصبح حاجزا عن قيادة الجزائر فكيف يكون له تأثير في قيادة العرب أو حتى التأثير في 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 قرارات العرب حول الجامعة العربية أو ما يسمى بالجامعة العربية؟ حقيقة البؤس من العرب بكل مثل الجزائر بالعمق. أيضا الجزائر فقدت دورها الريادي، فقدت أي تأثير لها في المنطقة، بل فقدت تأثيرها حكومتها في داخل حكمها في شعبها أساسا. الأمر أخطر من أن يطرح على مستوى القضية في الجزائر. الجزائر فعلا فقدت كل شيء، أصبح لا تأثير لها. ونشوفوا الجزائر اللي كانت كيف تتحرك في افريقيا، تتحرك وراء جميع الايدي تاع الافارقه في الامم المتحده او في عدن الحياد، اصبح ممثلها رئيس مجلس الامه يقول كلاما في نواكشوط عند حضوره الى القمه، يقول كلاما لا يفهمه هو، معناه لا انا اجزم ان عبد القادر بن صالح لم يعي مضمون الكلمات اللي قالها في نواكشوط، لانه قال كلاما غير مفهوم بالمره، لانه حرص على ان يكون كلام يغضب الخليجيين او حتى يغضب لا لكن رغم هذا استاذ سعد، لكن رغم هذا يعني ربما الكلمات التي ربما كما قلت فيها الغاز وطلاسم لا تفهم، رغم هذا فالجزائر شاركت بالرجل الثاني في الدولة الجزائرية وهو السيد عبد القادر بن صالح، بينما المغرب وتونس الجارتان شاركتا بوزيري الخارجية فقط، رغم أن المغرب ادعى بأنه لا يستقبل ولا يستضيف هذه القمة نظرا لأنها سوف لن تقدم شيء وظرفها غير مناسب، لكنه شارك فيها فقط بوزير الخارجية. بطبيعة الحال لأن المغرب يحترم نفسه ويريد أن يكون له دور في أفريقيا، ويعتبر بأن الجامعة العربية أصبح لا معنى لها، خاصة وأنها ولت تشيط المغرب في قضية الصحراء، ومع ذلك يناصبها العداء، في حين الجزائر التي طلعت العربية السعودية وهي تتهدد عليها بالجامعة العربية، يهاول إليها شخصية ثانية كما تقول أنت بالدولة، هو بالحق كما الناس لا شخصية أولى ولا ثانية من الجزائر، الجزائر بالغة من الشخصية على مستوى الرئاسة وعلى مستوى الحكومة، لا يوجد من يمثلها حتى الآن سواء في القمة أو في غير القمة العربية. حقيقة البؤس اللي تعيشه الجزائر لم تعيشه في تاريخها ولم تعيشه بعد بومدين أبدا. أشكرك شكرا جزيلا سيد سعد بعقبة الكاتب الصحفي، كنت معنا من الجزائر، شكرا جزيلا لك. ما رأيك في هذا الحضور يعني من الدرجة الثانية؟ يعني
حوالي سبعة زعماء فقط رؤساء يعني أو ملوك، لكن البقية هم من درجة ثانية أو حتى ربما ثالثة، يعني وزير خارجية، رئيس برلمان. هو يعني لما نقول سبعة رؤساء يعني جزر القمر، يعني كثير من العرب ما بيعرفوا جزر القمر يعني عضو في الجامعة العربية أو جيبوتي. يعني أنا استمعت إلى الكثير من المتدخلين خاصة ممثلي رؤسائهم وملوكهم، استمعت إلى كلمة ممثل الملك الأردني والمغربي وطبعا بوتفليقة والبحرين والسعودية، يعني ممثل بوتفليقة مجرد أنه يقول أنه والآن أقرأ إليكم كلمة الرئيس التي يعني ألقيها نيابة عنه ويخلص القضية، يقول لهم السلام عليكم يمشي في حاله، يعني كأنه رسالة ورقة بعثت. كذلك يعني السبسي. فبالتالي هذه هؤلاء لماذا إذن هم متمسكون بهذه الجامعة؟ لماذا متمسكون بها؟ يعني هي لا تحل مشاكل ولا أزمة، لا تحل مشاكل يعني مجرد وتزيد، هي عبء كبير يعني وتزيد المشاكل، يعني عبء مالي. صحيح. عبء مالي وهيكلي وتعرقل حتى صحيح. إرادة الشعوب لأنها أنظمة غير ديمقراطية. صحيح. يعني ما الحل؟ يعني ما الذي يمكن أن يكون بديلا لهذه الهيئة الخاسرة؟ البديل هو أن يذهب هؤلاء الحكام الخونة، حقيقة الخونة لشعوبهم ولأمتهم، أن يذهبوا ويترك هذه الشعوب يعني تأتي بمن ربما يعني يحكمها من داخلها ويحكمها، يكون قادة من هذه الشعوب، لا أن يأتي مثل هؤلاء، ما أدري ماذا أقول حقيقة، يعني ويأتي ويقول أنه قمة عربية في دولة فقيرة يعني في خيمة. مثل هؤلاء الناس يا أخي لا يمثلون هذه الشعوب، لا يمثلون شعوبهم ولا يمثلون أنفسهم. الأخ الأستاذ من الجزائر قال أنه بوتفليقة لا يمثل الجزائر. بوتفليقة لا يستطيع حتى أن يمثل نفسه ويعتني بنفسه في شخصه، فكيف يمثل دولة مثل الجزائر؟ وأنت تقول أنت عبد القادر بن صالح الشخصية الثانية، كان المفروض رئيس الحكومة الجزائري هو الذي يعني يذهب، هو الشخصية الثانية في الدولة وليس عبد القادر بن صالح. ولكن هذه إهانة لهذه القمة، يعني حتى وزراء الخارجية لا يمكن لهم أن يعبروا عن آرائهم هم يعني هكذا يعني بدون أوراق، وإنما أتوا بأوراق من حكامهم ليقرؤوها على هذه القمة، وتنتهي القمة ببيان أصلا هو يعني جاهز ليقولوا نحن ندعم. الآن لم تعد مبادرة الملك عبد الله في 2002 في قمتهم في لبنان في سنة 2002 هي التي تذكر في كل مرة يعتقد في القمة، وإنما الآن سيتحول الأمر إلى مساندة المبادرة الفرنسية التي أعلنت والتي دعت إلى يعني مفاوضات جديدة بين الفلسطينيين وإسرائيل قبل نهاية هذه السنة. فبالتالي يعني هؤلاء العرب يأتون ليشجعوا وليؤيدوا مبادرة غربية يعني لتحل مشاكلهم. هؤلاء لم يعودوا حقيقة يمثلون لا حتى أنفسهم، يعني واحد مثل السبسي يقول لك لأنه عيد الجمهورية، لو كان حقيقة أراد أن يأتي لكان هذه القمة يعني من قبل أشهر كان قد جهز لها وأعلن عن يوم 25 شهر 7 هو موعدها، ولكن لم يتكلم لأنه لا يريد أن يحضر، لأنه هذا الرجل كبير في السن 90 سنة والحرارة يعني كثيرة جدا، فهو لا يستطيع أن يتنقل ويسافر من بلد إلى آخر في وضع فيه حرارة كبيرة جدا. فبالتالي قالوا أنه في عيد جمهورية، وأنا تبعت اليوم الاحتفالات، لا في احتفالات ولا هم يحزنون، أقل ما يقال عنه أنه الآن الاحتفال هذا بعيد الجمهورية يعني باهت جدا، حتى الأعلام التي كانت في عهد بورقيبة وعهد بن علي كانت ترفع كذا لم ترفع على أعلام ولم يحزنون. هذه هؤلاء الحكام، هذا لما نتحدث على تونس نتحدث عن يعني إعادة هيكلة وإعادة طيب. بناء طيب. المنظومة القديمة التي حتى تحكمنا الآن، نحن الآن يحكمون حتى هذه تونس التي يدعون أنها ناجحة، هؤلاء الحكام الذي يحكمون تونس كلهم يعني حكمونا وكلهم كانوا جزء من الأنظمة السابقة من نظام بورقيبة، بل بالعكس من نظام البيات ما قبل الاستقلال إلى طيب. الآن. فبالتالي كيف تنتظر من هؤلاء أن يأتون بحلول طيب. ويأتون بتغييرات؟ طيب جميل، أبقى معي الدكتور فتحي. انضم إلينا الدكتور صالح النشاط، أستاذ جامعي من المحمدية من المغرب. أهلا وسهلا بك دكتور صالح النشاط. أهلا مرحبا أستاذ. أهلا وسهلا بك الدكتور صالح النشاط. أولا يعني لماذا رفض المغرب يعني استقبال أو استضافة هذه القمة، وهو الذي كان من المتوقع وكان يعني الدور عليه كما يقولون ورفضها، واستقبلتها موريتانيا في ظروف
أثارت بعض الانتقادات وبعض التخوفات حتى من وفود أنها لم تذهب حتى للمبيت في موريتانيا. أولاً أشكرك على هذه الدعوة الكريمة. المملكة المغربية عبرت عن موقفها بكل صراحة في بيان لوزارة الخارجية المغربية في فبراير من هذه السنة على أن المغرب غير مستعد لاستضافة هذه القمة العربية. آخر قمة استضافها المغرب كانت في 1989، بمعنى أكثر من ربع قرن لم يستضف المغرب أي قمة عربية. التبريرات التي أعطيت في الرسالة رسالة الاعتذار هي أن الوضع العربي غير مؤهل لعقد قمة عربية في هذه الظروف، ونحن نعلم جميعا أن العالم العربي اليوم يعيش تحديات وأزمات، وأوضاع بعض الدول العربية كالعراق وسوريا واليمن وفلسطين وما تعيشه المنطقة العربية من أجندات إقليمية ودولية، وحتى القمة المنعقدة اليوم في موريتانيا تنعقد تحت شعار محاربة الإرهاب والتدخل الإيراني في الشؤون العربية. كل هذه الدواعي والتبريرات استعملتها المملكة المغربية لتعزيز موقفها. نعم، إذا كانت نعم دكتور نعم، إذا كانت المملكة المغربية ترفض مبدئيا استضافة هذه القمة لأنها كما تقول لا جدوى من ورائها باختصار، يعني لا جدوى، لماذا تشارك فيها إذن في موريتانيا؟ هي لم ترفض وإنما طلب التأجيل، هي طلب لأن كانت مقررة في أبريل من هذه السنة. نعم، هي طلب تأجيلها فقط، هي لم ترفض تنظيمها، لكنها أجلت إلى جويليا لكنها عقدت في موريتانيا في نواكشوط بدل الرباط مثلا. أي نعم، هي حضورها في هذه القمة في نواكشوط هذا لا يعني أنها تنصلت من التزاماتها مع جامعة الدول العربية ومن مواقفها مع العالم العربي، وإنما طالبت بتأجيلها لعدم استكمال شروط الموضوعية لعقد مثل هذه الدورات على أرض الرباط، وهذا هو الذي كان واضحا في الرسالة التي وجهتها وزارة الخارجية المغربية إلى جامعة الدول العربية في هذا الموضوع. نعم، ما هي هذه الشروط الموضوعية؟ هي ليست الشروط المادية، المغرب عنده هياكل يعني ما شاء الله سياحية وفنادق ومقرات لاستقبال الدبلوماسي، لكن يبدو أن هناك بعض الخلفيات ربما سياسية لم ترق للمغرب أو يرى بأنها سوف تعكر ربما القمة، أو هل هناك ما خفي من وراء الرسالة؟ نعم، يمكن إذا أردنا أن نتكلم بمنطق تحليل المضمون وقراءة ما بين السطور وقراءة ما لم يقال وراء ما قيل، نجد أن المغرب بالفعل ليس براض عن أداء جامعة الدول العربية، وموقفه كان واضح منذ سنوات، وهذا يستلزم مساءلة نقدية للواقع، واقع التعاون العربي وهذا التصرم الذي تعيشه الدول العربية فيما بينها، وأيضا كأنه يسائل هذا الواقع من حيث عدم التعاون بين الدول العربية، وخير دليل هو ما تعيش المنطقة من صراعات وصدامات في العراق وفي سوريا والتدخل الأجنبي في الشأن العربي، هذا كله أيضا يرخي بدلاله على موقف المغرب. وأنت تعلم أن مثلا العاهل المغربي لم يحضر هذه القمم العربية منذ مدة تقريبا 2005، وربما هذا فيه نوع من عدم الرضا على الواقع العربي. فأنا أعتقد أن رسالة المغرب هو أن العالم العربي يحتاج إلى قيمة اقتصادية وشراكة تعاون اقتصادية أكثر من كلام تلوكه بعض الشعارات. جميل، سأعود إليك دكتور في هذه النقطة في هذا المحور المتعلق بربما النقص العمل الاقتصادي المشترك بين الدول العربية، هي نقطة مهمة جدا جدا. أبقى معي دكتور صالح النشاط الأستاذ الجامعي كنت معنا من محمدي، أبقى معي على الهاتف سأعود لك بعد قليل. انضم إلينا الدكتور أسامة كعبار أكاديمي ليبي من الدوحة، أهلا وسهلا بك الدكتور أسامة. أهلا وسهلا بكم دكتور أسامة كعبار. يعني ليبيا الآن، الأزمة في ليبيا أخذت يعني منذ البداية تقريبا أبعاد دولية عندما تدخل الحلف الأطلسي في ليبيا وكان المسؤول على انهيار كل مؤسسات بعد سقوط معمر القذافي الذي ساهمت فيه كثير يعني الحلف الأطلسي. يعني هذه الأبعاد الدولية ربما أخرجت الملف الليبي تقريبا من بين يدي
خلينا نقول الإقليمية العربية حتى ولو أنها غير فعالة يعني في أي مرحلة المراحل، لكن ما عسى أن تفعل هذه القمة لليبيا؟ لا أعتقد أن القمة العربية ستقدم أي شيء سواء كان لليبيا أو العراق أو سوريا. نعم. نحن نعرف أن الجامعة الدول العربية هي جامعة ميتة سريريا. نعم. هذا الاجتماع هو يعني من باب المجاملات، لربما في محاولات لإعادة إحيائها، ولكن مستحيل أن تكون هناك أي شيء إيجابي، وخاصة أن أمين عام الجامعة الدول العربية هو يعني أحمد أبو الغيط، وإحنا نعرفين تاريخ هذا الرجل. نعم. في تحالفات مع إسرائيل وتصريحات عندما كان وزير خارجية مصر، يعني هذا الرجل شخصية عميلة منبطحة بكل المعايير، لا يمكن أن تمثل جامعة عربية تريد أن تقدم شيء للعمل العربي. نحن نعرف عندما صرح هذا الرجل بأنهم أجهضوا اجتماع جامعة الدول العربية في قطر منذ سنوات وكان يتبجح بهذا، يعني على العموم عشان بس أختصر الحديث، لا يمكن أن نعول على الجامعة الدول العربية الآن أو نتأمل أن يكون لها أي دور غير الدور التخذيري حقيقة. يعني لكن يعني لماذا دكتور أسامة؟ نعم. لكن لماذا الدول أو الأنظمة الرسمية الدول والسلطات الحكومات العربية يعني لماذا تستمر في ضخ الدم في جسم هذا الكيان الميت سريريا الجامعة العربية؟ اعطائها الأموال، توفير الظروف، وهي في الحقيقة كما يقول كثير من المراقبين مجرد هيئة للتوظيف العطارين والبطالين من الدبلوماسيين أو السياسيين العرب في القاهرة فقط. نعم، يعني شوف أخي الحبيب، يعني يجب أن تعرف أن هناك فرق ما بين فكر الأجيال العربية الجديدة الآن والفكر الثوري الذي يريد أن يغير من واقع الأمر، وبين الفكر التقليدي الذي يشوب الحكام العرب في مجملهم. يعني حتى الحكام اللي هم عندهم نظرات تطلعية لا زالوا مكبلين بسياسة أو بدبلوماسية عربية بطيئة يشوبها الخنوع في عمومها. يعني من الصعب جدا أن تشق على الطاعة وتخرج عن ما هو مألوف إلا إذا استطعت أن تكون مجموعات صغيرة تؤيدك ومن هنا تستطيع أن تنطلق. يعني حتى منذ سنة إحنا كنا نتحدث على مجلس التعاون الخليجي ويضم الدول الخليجية، وكنا نتطلع أن هذا المجلس سيحل محل جامعة الدول العربية في تصدر القضايا والمشهد السياسي العربي، وعندما حاول هذا المجلس تم كبحه وتم سلب إرادته أيضا من قبل المنظومة الغربية المتنفذة. الآن لا تسمع أي تصريح أو أي بيان يخرج من مجلس التعاون الخليجي. المنطقة بأسرها أخي الحبيب بمنظماتها بدولها ترزح تحت وصاية دولية. نعم. قوية. من الصعب جدا على هؤلاء الحكام لأنهم مثبتين. نعم. في أماكنهم. طيب. هذا في الجانب السياسي، أبقى معي دكتور، هذا في الجانب السياسي، وكما وعدت أستاذ الدكتور صالح النشاط، أما في الجانب الاقتصادي فبإمكان وربما الجامعة العربية أن تفعل شيء ما وأن تحيي سلة الغذاء العربي في السودان. أبقى معي الدكتور أسامة كعبار، سأعود لك. ما رأيك في سلة هذه؟ يعني يتحدثون عن هذا كثير وتقرأ كثير من المشاريع العربية الموهومة في السودان كسلة الغذاء العربي، لأن أكثر من 70% من الغذاء العربي مستورد من الخارج، يعني هو مرتبط بالسيادة. إذا قلت أنا أستورد 70% من الغذاء من الخارج، معناها السيادة تاعك مرهونة في 70% للخارج. يعني هذا الكلام، طبعا هذا الكلام تكرر ويعني قالوه من زمان، يعني منذ أن سقط هي مدرجة في أشغال الجامعة القمة، التعاون التبادل التجاري بين الدول العربية ومش عارف ايش وكذا والتكامل الاقتصادي، وهذه كلمات يعني مللناها من زمان. يعني نحن نشوف، يعني نحن عندما نتكلم على مثلا اتحاد المغرب العربي، يعني في حد ما زال يسمع اتحاد المغرب العربي الآن؟ يعني ما عنده أمين عام، يعني وقع تنصيبه من مدة قصيرة جدا، من بضعة أشهر تقريبا. يعني ما حد يعرف، ما حد يسمع بهذا الاتحاد المغاربي الذي يعني كانت الآمال معلقة عليه. ونتذكر في 1989 لما عقدت أول قمة مغاربية في المغرب في الرباط، كتبت مقال في ذلك الوقت وقلت أن هذا ولد ميتا، لأنه يعني وكالة سياحية جديدة خلاص.
يعني المشاكل بين 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 المغرب والجزائر يعني تزداد تعقيدا وتزداد تأزما بسبب مشكلة الصحراء الغربية، والمشاكل أيضا بين تونس وبين حتى ليبيا في فترات متباعدة مختلفة يعني، والمشاكل بين هذه الدول فيما بينها وبين المغرب العربي وبين المشرق أيضا. أنت الآن تعرف أن الإمارات بأموالها الضخمة التي التي تستعملها من أجل القضاء على الثورات ومن أجل تحطيم هذه الدول العربية من مصر إلى ليبيا إلى تونس إلى أي مكان يعني ممكن أن يعني يتحرك فيه، يعني يتحرك فيه شعب عربي يطالب ببعض الحقوق وبعض الحريات. يعني تجد أموال الإمارات، محمد بن زايد هذا الذي يضخ هذه الأموال وعنده هذا دحلان معروف دحلان ماذا يفعل، ومعروف كيف يخططون لغزة ويخططون لفلسطين، وهؤلاء يعني عملاء وهؤلاء معروفون أنه لهم علاقات كبيرة مع إسرائيل. وأنت الآن تعرف أنه قبل أيام فقط يعني ذكر يعني مقال حول زيارة أنور عشقي للسعودية ومحاولته أو مش محاولته لقاء مع مسؤولين إسرائيليين، وقال لهم إن شاء الله سوف نلتقي في الرياض، وأنا أقول سوف يلتقون في الرياض ويلتقون في مكة والمدينة كذلك يعني ولما لا يعني. فبالتالي لا تتحدث عن أنظمة عربية مستعدة لأن تقود شعوبها، إنما هذه الأنظمة تريد أن تحافظ على مصالحها الذاتية الخاصة، فلا تنمية ولا اقتصاد ولا تقدم ولا هم يحزنون إذا كانت هذا التقدم وهذه الأمور يعني لا تخدم مصالحهم الخاصة. نعم طيب أبقى معي أستاذ فتحي، أعود إلى الدكتور صالح النشاط أستاذ الجامعة من المحمدية. هل تعتقد أن بإمكان إحداث نوع من الاختراق الاقتصادي ولو المحدود في هذه القمة كإشارة، هم سموها قمة الأمل، هل يمكن أن نبقى أن نكذب على الشعوب ونقول قمة الأمل ولا نقدم ولو مشروع اقتصادي مشترك يعطي نوع من الأمل للشعوب العربية، ولو في يعني ما هذا المشروع الذي يقول قفة الغذاء العربي في السودان مثلا؟ نعم، أولا أنا أشاطر الأستاذ أسامة في جزء كبير من الكلام الذي قاله عن منظمة جامعة الدول العربية وفكرة التعاون العربي عموما، لكن في المطلق وفي العام لا يمكن إلا أن نشجع مثل المنظمات أن تبقى، ونحن واقع هذه المنظمة منذ 1945 تاريخ تأسيسها كان وفيا بفكرة دعم التعاون في مطلق التعاون يعني اقتصادي وسياسي بين دول العالم العربي، إلا أن الواقع كان له رأي آخر من حيث تجاذبات سياسية، اختلاف قيادات سياسية، أجندات مختلفة، تدخل أجنبي في الواقع العربي، هذا كله عكر من تطوير العلاقات بين الدول العربية خصوصا في الجانب الاقتصادي، يعني ما أخر قطار التنمية الاقتصادية في دول العالم العربي. نعم هل وكما أشار إلى نقطة مهمة وهو الخلافات الدينية التي تقع بين دول العالم العربي كحالة المغرب مع الجزائر وحالة تونس مع ليبيا في بعض الأحيان وحالة بعض دول الخليج فيما بينها، هذا كله أيضا يرخي بدلاله على توتر العلاقات العربية. أنا أقول لك أستاذ على أن مثلا البيان الأخير لجامعة الدول العربية الذي تولي السنة الماضية حول آخر دورة حول إنشاء منظمة عربية مشتركة، هذه التوصية لم ترى النور بعد، يعني ما جدوى مثل هذه اللقاءات والقمم التي تخرج وتسفر عن توصيات ومقترحات لكنها لا تطبق ولا تفعل، لأن أعضاء هذه الدول الجامعة الدول العربية أيضا غير مستعدين ولم يعود يرون أي جدوى من خلال هذه اللقاءات التي تعقدها مثل هذه القمم، وإلا هو من وصل الدكتور. أنا فقط أتساءل معك أنك مقارنة جامعة الدول العربية بالاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي قائم على البعد الاقتصادي التكاملية في بعدها الإنتاجي والاقتصادي وترويج المنتجات. يعني عندما تنجح كل دولة اقتصاديا عندما تنجح كل دولة اقتصاديا محليا سوف تنجح الدول العربية معه. لكن خلينا نذهب إلى ربما آخر سؤال معك دكتور صالح النشاط فيما يتعلق بفلسطين، هل تعتقد أنهم سيتجرؤون على ذكرها في البيان الختامي؟ قضية فلسطين نعم. نعم. هل سيذكرونها في البيان الختامي من باب المبادرة المبادرة العربية للسلام؟ أتصور أن قضية فلسطين سيتم ذكرها في البيان الختامي، وأنت تعلم أن منظمة جامعة العربية في كثير من قمنها دائما تؤكد وتقول
بالاهتمام بالوضع الفلسطيني اعمارا وانشاء قضيه محوريه لكن تبقى شعارات ولا تجد طريقها الى الحل مع كامل الاسف، رغم ان هذه الثورات تؤكد على الارهاب وتؤكد على 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 التدخل الاجنبي في الشان العربي. واعتقد ان الاستيطان الاسرائيلي سيكون من ضمن القضايا التي تتحدث عنها الساسه العرب وستجد مكانها في البيان الفكري، لكن تلقى استسمحك على هذا القول ستلقى حبر على ورق دون ان تجد طريقها الى 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 التحرير. اشكرك شكرا جزيلا الدكتور صالح النشاط، الوقت يجري بسرعة إلى نهاية البرنامج. دكتور صالح النشاط أستاذ الجامعي كنت معنا من المحمدية من المغرب، شكرا جزيلا لك. الدكتور أسامة كعبار، ماذا عن البيان الختامي فيما يتعلق بفلسطين؟ هل سيتشبثون بالمبادرة العربية للسلام؟ في تقديري انا استمعت للعديد من الكلمات التي القيت اليوم، والكل اكد على علو القضيه الفلسطينيه واهميتها لكافه الدول العربيه. في تقديري سيتم ذكر القضيه الفلسطينيه في البيان الختامي، والا ستكون مهزله ان لم يتم ذكرها. نحن لاحظنا السنوات الاخيره كان هناك غياب كامل للتفاعل مع القضيه الفلسطينيه، انشغال كبير بالصراعات الداخليه او بازمات المنطقه. الان هي هذه يعني محاوله لاحياء التفاعل او الصراع العربي الاسرائيلي. يعني المبادرة الطيبة ذكرها في البيان سيكون أمر إيجابي، سيعطي بارقة من الأمل. هذه يعني اجتماع يسمى باجتماع الأمل، ونحن نحاول نبحث عن أي بارقة أمل أو تفاؤل. الشعوب العربية مستاءة جدا من حكامها ومن الأنظمة ومن تفاعلها مع الأحداث، ويعني نأمل أن يكون هناك شيء إيجابي يتناسب مع تطلعات هذه الشعوب ومع أفكارها الثورية ومحاولة يعني فك الارتباط مع المنظومة الدولية المتسلطة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور أسامة كعبار الأكاديمي الليبي، كنت معنا من الدوحة، شكرا جزيلا لك. يعني كيف تتوقع البيان الختامي؟ فهو هو نائب الأمين العام للجامعة العربية ممثل الأمين العام في كلمته قال يعني على الفصائل الفلسطينية أن تدين الإرهاب. هو طبعا أعتقد البيان الختامي هو متضمن في بعض كلمات الافتتاح يعني حقيقة، وأكيد فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أكيد سوف يقع يعني ذكر المبادره الفرنسيه، يعني نسيت المبادره العربيه نتاع قلت الملك عبد الله ذكرتها سابقا في 2002، الان سيقع ذكر ربما للمبادره الفرنسيه وتشجيعها الى غير ذلك. وطبعا سيكون في البيان الختامي موضوع الارهاب موضوع اساسي وعميق في البيان من اجل محاربه الارهاب ودعم الامم المتحده في يعني وتعزيز التعاون بين التعامل الدولي العربي العربي الدولي للقضاء على الارهاب والبطيخ. وايضا طبعا سوف يقع يعني ذكر العراق ويعني دعم العراق الحكومة العراقية في حربها ضد الإرهاب وقتلها للسنة في العراق، يعني هذه الحكومة الطائفية لقتلها للسنة في الفلوجة وغيرها. وأيضا سيقع الحوار يعني دعوة للحوار البيني داخل اليمن بين ما يسمونهم اليمنيون بالانقلابيين، الآن سيصبحوا يعني لهم دور في الحوار ويدعون إلى الحوار، ويعني ستكون بيانات مثل البيانات السابقة التي يعني دائما فيها نوع من الإيه من الأخقال الأمل والأمل. ولكن وكيف ستكون اللهجة تجاه إيران؟ على ورق حبر على ورق لماذا؟ في كلمة واحدة لأنه حاميها حارميها، لا يمكن أن ننتظر من هؤلاء الحكام الذين لم يحضروا حقيقة. كيف الدكتور فتحي كيف ستكون اللهجة تجاه إيران التي توجه لإيران بحكم تدخلها المستمر والخطير في المنطقة؟ يظن أنه البعض ذكر إيران مثل البحرين مثلا ذكر إيران والسعودية ذكرت إيران، ولكن العديد من الدول الأخرى حاولت تتجنب ذكر إيران. ربما ستكون اللهجة أقل من المنتظر يعني تجاه إيران، ربما يعني دعوة إيران من أجل حوار أو من أجل يعني رفع يدها على بعض الدول العربية التي سيطرت عليها الآن. إيران هي العنصر الأساسي، العراق اليمن البحرين طبعا، وأنت لازم
تعرف انه عندك العراق وعندك لبنان ايضا اكيد سيقفون ضد اي تنديد بايران، ويعني ربما يعني لهجه قويه ضدها، وبالتالي سيصدر بيان ممل وبيان تافه حقيقه لا يضيف شيئا لهذه الامه المنكوبه في هؤلاء الحكام الذين لم يحضروا في الحقيقه يعني. نعم، لكن ايران دائما مستعده للحوار مع العرب، وهي تقول دائما انا افتح الابواب ومستعده للحوار، مستعده للتعاون، لكن هم يرفضون. يا أخي إيران يعني هذه الدولة تريد أن تكون لها مصالح وتتوسع، يعني من حق أي إنسان أن يتوسع في العالم، يعني تريد أن تتوسع، تريد أن تصل إلى مكة والمدينة، أين أنت لتدافع عن حقوقك وتدافع عن نعم. عن أرضك وتدافع عن شعوبك وتدافع عن يعني عن وطنك وتدافع عن هذه الأمة، يعني يعني كل أي دولة في العالم يعني لا تريد أن تتوسع. شكراً. تريد أن تكون المصالح، ولكن أذكر فقط مسألة الاقتصاد، أنت قلت كلمة ضحكتني حقيقة. نعم. أستاذ محمد، قلت حتى يعني تتحسن الظروف الاقتصادية الداخلية حينها ربما سيجد العرب يعني نوعا من إيه الألفة. نحن عندنا في تونس مثلا صفر تنمية، في ليبيا تحت الصفر، في الجزائر وانت تعرف الأزمة، مصر، العالم العربي، حتى دول الخليج اللي هي السعودية مثلا الآن تريد أن تبحث عن موارد أخرى للاقتصاد غير النفط، فبالتالي نحن ربما في لا هم بدأوا يتفاوضون للاستدانة من الخارج. الله يرحم والديك. أشكرك، شكرا جزيلا. مزيد من دكتور فتحي، دكتور فتحي المسعودي، شكرا جزيلا لك، المحلل السياسي. أشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة المغاربية في نظرتها لما يحدث أو ما يجري الآن من انعقاد للقمة العربية 27 بنواكشوط. أشكركم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا.